كنت واعي جدا وحاسس بدخولي وشفت كل الوجوه اللي كانت حواليا وعارف مين كلمني وعارف قال لي ايه وده قال لي ايه وطلعت المتعلقات بتاعتي من جيبي وسلمتها لحد عارفه معايا والحمد لله يعني. بس هو شكل طبعا شكل مؤثر لله يرحمه ابني وتلميذي محمد لطفي. الله يرحمه ويحسن اليه. الله يرحمه ويحسن اليه ويعوض اهله. وكان من امهر الناس يعني. ده كان خبير مفرقعات، كان حالل في الشهر اللي احنا كنا شغالين فيه اكتر من حوالي 60 عبوه، ما بين هيكليه، عبوه هيكليه ما فيهاش ماده وعبوه فيها ماده فعاله كانت تقدر تعمل اشكاليات اكبر من الاشكاليه ديت، لان حتى المين اللي كان موجود او العبوه اللي كانت موجوده اللي احنا تمت السيطره عليها وانفجرت بقضاء ربنا باي طريقه او باي شكل، انها سواء اتصدمت سواء سخنت من مكان البلاغ او باي آلية من اليات التفجير، يعني ما كانتش تعمل النتيجه ديت بالحجم اللي هي كانت موجوده. هي كانت مفروض كل الناس المحيطه اللي موجوده كان المفروض انها كلها منتهيه وكانت كلها ماتت، وكان المفروض ان انا مش موجود لو هي العبوه ديت ما كانتش مؤمنه. هو زي ما الصوره هو اللي موجوده. احكي لي يا ست اللي هو يعني احنا حصل يعني المعرفه تمنع التعليق الجاهل، فاحنا عايزين نعرف ايه اللي حصل والاخباريه انتوا كنتوا رايحين ازاي ويعني ايه ابطلتوها وبعد كده انفجرت. احنا طبعا كخبراء مفرقعات بنبقى مؤهلين نفسيا وبدنيا ويقينيا كويس ان دوت العبوه اللي قدامي اللي قدام حضرتك اللي هي موجوده دلوقتي على الشاشه ديت هي دي اللي انفجرت. هي دي اللي انفجرت. هي دي اللي انفجرت في الله يرحمه محمد لطفي وفيا. دي مكتوب عليها اسم محمد لطفي، ده احنا بنقول عليها كده دايما واحنا داخلين بنواجه المجهول ده الغير معلوم. احنا بنروح نواجه المجهول وبيبقى معروف ان دوت مكتوب عليه اسم فلان، هيروح يا اما ينجح 100% ويرجع وايديه سليمه وجسمه سليم، يا اما ان هو رايح وهينتهي بيها ويحمي بيها الناس. هو ده الهدف بتاعنا وهو ده شغلنا، ان انا رايح عشان اشيل بلاء عن الناس، اشيل بلاء عن بلدي، اشيل بلاء عن مصر. هو ده الهدف بتاعنا وما فيهوش مجامله ما فيهوش اي حاجه يعني. يعني احنا ما بندعيش بيها البطوله، ولكن احنا اخترنا المهنه اللي هي تحافظ بيها واتفقنا ونقول ان احنا بلدنا هي دي ومش كتير يرضى بيها.